طيب نروح دكتور إلى حكايانا. شوف الحكاية الحقيقة تعرف أحيانا الإلهام من الله. يوم أنا بالابتدائي طولت مرة، يعني عدت أولى وعدت ثانية وعدت رابع خامسة وسادسة. المهم في سادس ابتدائي المدرس كذا كان خلص الشرح وفضاوه حب يطقطق علي، فكذا يطالع فيني بعيوني يرفعني وينزلني يرفعني. قال أنت يا العرفج والله ما أدري لا كبرت وش بيوظفونك، لأنه من غبائك ما حسك تصلح لأي وظيفة. أيوة طبعا أنا الحمد لله عندي قوة شيطانية في الرد، رغم أني بليد. أنا ما كنت أرسب لأني ماني ذكي أو بليد، لأني ماني مهتم، كنت شغلي كله بالحمام والتجارة حقت الحمام. كان عندي صندقة حمام أنا وأصحابي نتنافس مين يبيع أحسن وكذا. فأنا طلعت فيه وما أدري كيف الله ألهمني الرد عليه. قلت والله يا أستاذ أبشرك بلقى وظيفة، طالما لقوا مثلك وظيفة فأكيد بيلقوني. قطع وخص يا ما أدري إيش وسبني، وما توقع الرد مني. بس أنا ما جبته من ذكائي الحمد لله، أنا سمعته بمجلس من مجالس العائلة إنه واحد قالوا له كذا، قال لا ابن حلال ما دام لقونك وظيفة بيلقوني. فهو مسكني بعد الحصة قال لي يا أحمد كيف جبت الإجابة دي؟ قلت والله أنا سمعتها بمجلس. قال لي أنا أقول إنك غبي. قال إني مستكثر الإجابة عليك. يعني كيف عرفتها؟ إذا الله ماد في عمره الآن وشافك أتوقع أنه يعني ما أعرف إذا أنت تواصلت معه ولا لا، وشافك اليوم أتوقع كثير من أفكاره. والله الحمد يعني لله. شوف يا يوم تكلم عن الحظ، أنا مقالي في عكاظ بديته أنه أنا الحمد لله محظوظ، كل تاريخ حياتي محظوظ، والله أعطاني أكثر مما أنا متوقع. ويوم قريت كتك عادة الحظ زاد حظي. أنا أقول إن الإنسان إذا تصالح مع أخطائه وتصالح مع القضاء والقدر الله عز وجل رحيم فيه. كل حياتي اللي مضت أنا متأكد لو ما مريت بالتعثرات في الابتدائي لم أكن أصل إذا كنت أنت ترين أني وصلت إلى هذه المرحلة. أنا يوم كنت صغير كنت أرسب في الكتابة والقراءة، الآن هي أقوى مهارتين عندي الحمد لله. فالإنسان يرجو الله عز وجل ويظن في الظن الحسن ويفعل السبب، وصدقني حيتغير. جميل جميل جدا، وإن شاء الله القادم لك أجمل يا دكتور يا رب.